ليس فقط حزب لم الله، وإنما يجيبني على سؤالي يا سيدتي. حقق إلى حد ما اكتفاء. أريد تفسيرا، أريد تفسيرا رجاء، أريد تفسيرا لحدث حدث في نفس الليلة، في ليلة تهجير مليون لبناني ومقتل قيادة حزب الله وأمينه العام، لماذا حصلت إيران على 7 مليار دولار من الأموال المحجوزة لدى أمريكا واستردتها من قطر؟ الإجابة بكلمتين، للأسف انتهى وقتي سيد فريد مرة. هذه من التكاذيب التي أنت أخذتها من الصهاينة ومن الأمريكان. شكرا. من بيروت حارث سليمان، الكاتب والباحث السياسي. الصهاينة عندك، الصهاينة محمد مهدي شريعة مدار، الصهاينة عند خامنئي تبعك، نحن أشرف منكم يا تجار، صهيوني واحد مثلك. هذا صوت لبناني سيد شريعة مدار. من بيروت إذن حارث سليمان شكرا. أنا لم أتهجم عليه وهو أساء الأدب. ومن طهران محمد مهدي شريعة مدار. أنا قلت هذه الأقوال أخذتها من الإعلام الصهيوني والأمريكي، وهذا ليس في مسألة أدب، لكنه أتى الأدب لي وأنا لا أسمح له أن يسيء الأدب. لا تقلل أنا الأدب. لا أسيء الأدب. نحن لا نقبل بأي تجاوزات بطبيعة الحال. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. إذن ضيفاي الكريمان مشاهدينا، إذن سنعود بعد فاصل قصير ونتابع.